This is Iman Channel. This time, we need to read Quran. Quran is the best, right? Quran will teman us at Kubur will be they die. Okay? Now let me take my Quran. Wait a second. And there we go. And now let's read. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma a'budtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ صَدَقَ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Don't forget to subscribe and comment and like. Bye bye. Assalamualaikum.